حبيبتي بدك تطلقي تطلقي ما حدا ماسكك، بس مو على الطالعه والنازله تعدي تهتينا وكانه نحن السبب. كل مصيبه بتلزقوها بقهري. بالحلقه القادمه رح يصدق شحاده ويا عبد الله. حسب ما حكى شحاده المفروض يكون هذا البيت. وشنو اللي سوته قمر؟ هيك لك عم يعشق فندي. سوق الحرير غدا العاشرة بتوقيت بغداد على أم بي سي العراق. رمضان يجمعنا.